عودة للشأن المغربي، حيث شرعت حافلات خاصة لنقل حضري في تقديم خدمات ربط مطار طنجة بن بطوطة الدولي بمحطة القطار، وذلك في خطوة هادفة لكسر عزلة المطار وتسهيل تنقل المسافرين بينه وبين مختلف أنحاء المدينة. وتأتي هذه الخطوة في سياق ما سعت السلطات المسؤولة لتطوير البنية التحتية للمواصلات في مدينة طنجة وتحسين تجربة المسافرين من خلال توفير الخيارات المتنوعة لتأمين هذه الخدمة الحيوية لفائدة المسافرين والسياح. نحن اليوم جد سعداء على الإعلان عن الانطلاقة الرسمية لحافلة المطار. ألوغ هذه الحافلات اليوم ستمكن ساكنات وكذلك زوار مدينة طنجة على توفر هذه الخدمة التي ستربط بين محطة القطار وكذلك المطار، مرورا عبر خمس محطات رئيسية اللي هي النجمة، ثم محطة مولاي إسماعيل، وبعد ذلك محطة بن ديبان، ثم محطة المجمع الحسني يعني التي يتواجد فيها المركب الرياضي. فيما يتعلق بثمن الرحلة فقد حدد في 40 درهم، يعني ثمن اللي هو مدروس، ويعني يلائم يعني تم اعتماده في جل المدن المغربية. الخط الجديد سيمثل إضافة للبنية التحتية التي تعرفها اليوم مدينة طنجة، ولا سيما ونحن مقبلون على مجموعة من التظاهرات، من بينها يعني في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله غيكون عندنا احتضان ديال كأس إفريقيا ثم كأس العالم.